السلام عليكم. إذن أعلن محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الريادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن موعد مباراة الرجاء ضد شباب محمدية في دور 16 لكأس العرش سيتم تأجيلها من يوم السبت إلى يوم الأحد. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة الرجاء الريادي ضد شباب المحمدية. إذن هذا التغيير جاء لطمأنة جماهير الرجاء الذي أبدوا استياءهم من تزامن المباراة مع ليلة القدر، وعبر جماهير الرجاء عن غضبها تجاه الجدول الذي نشرته لجنة المسابقات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي كان يضع مباراة الفريق في ليلة القدر، معتبرين ذلك إهمالا لأهمية هذه المباراة. وأيضا هذه الليلة المباركة هي ليلة 27 من رمضان ليلة القدر. وأعلنت اللجنة فيما بعد عن إجراء تعديل في جدول مباريات دور 16 لكأس العرش، حيث تقام مباراة الرجاء ضد شباب المحمدية يوم الأحد بدلا من يوم السبت، وتجرى المباراة ابتداء من الساعة 10 ليلا بالتوقيت المغربي. وتأهل فريق الرجاء لدور 16 بعد فوزه على أولمبيك أسفي، في حين تأهل شباب محمدية بفوزه على يوسفية برشيد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على إحدى القنوات المغربية.